الصورة اللي شفتها قبل شوية مو لصغار الفيلة ما هم فيلة في الأصل هذول خنازير ولدوا ولهم خراطيم نفس خراطيم الفيلة في ناس كثير ما لاحظوا كمية التشابه بين الفيل والخنزير في كمية تشابه كبيرة جدا بين صح أن أحجامهم مختلفة لكن لو نحطهم جنب بعض بنلاحظ كثير من الأشياء يتشابهون فيها بعطيكم بعض الأمثلة يعني بصورة. كلهم عندهم نفس الخشب وكلهم عندهم نفس طبيعة الجلد والأذان حتى أن الخنازير اللي تطلع لهم انياب لهم تقريبا نفس انياب الفيل، بس في هذا الحيوان شيء عجيب انه ياكل الفضلات، يتغذى على الفضلات، هذا كله له دخل بقصه الطوفان العظيم اللي حصل على وجه الارض واللي كان في عهد نوح، في هذا الطوفان الماء غطى الارض جميعا، واللي راح نحكي في هذه القصه الطريقه الهندسيه المذكوره في بناء هذه السفينه الضخمه، اللي ما احتوت فقط البشر، احتوت حتى الحيوانات بل جميع أنواع الحيوانات على وجه الأرض وهل تعرف بأن أول حمى نزلت على الأرض كانت على حيوان الأسد كل هذه الأمور العجيبة راح نحكيها في قصة اليوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله وبيا جعل الجنة مأوانا ومأواكم ومثوانا ومثواكم يا رب العالمين كل سنة وانتم طيبين والله يجعل هذا الشهر مبارك علينا أجمعين أنا جالس أصور هذه الحلقة الساعة أربعة الفجر شعور ما حسيت فيه من زمان الحقيقة فالله يجعل هذا الشهر شهر فرحة وشهر خير وشهر بركة علينا أجمعين بس قبل ما نبدأ حاب أستشيركم في شيء بسيط راح نسويه في هذا الشهر واللي هو نوع المقاطع اللي راح ننزلها في هذا الشهر حابنا تكون اخذ فيها رايكم الحقيقي حاب استشيركم في اي سلسله تبغونا نستمر في سلسله البدايه والنهايه اللي هي هذه السلسله او في سلسله سيره النبي صلى الله عليه وسلم واللي نذكر فيها سيره النبي صلى الله عليه وسلم حاب اسمع رايكم في تصويت راح ارفعه باذن الله في القناه تقدر الحين في هذه اللحظه تروح وتصوت يا يعني سلسله البدايه والنهايه او سلسله سيره النبي صلى الله عليه وسلم او السلسلة الاخيره اللي تكون مقاطع مشكله خذ لك شيء تاكله ولا تنسى تتابعني على كل السوشيال ميديا اكتب انس اكشن وباذن الله العلي العظيم راح احطها لكم دوما نطول بسم الله نبدا طبعا بعد محاولات كثيره من نوح عليه السلام في قومه انهم يرجعون لله سبحانه وتعالى ويتركون هذه الاصنام اللي قاعدين يعبدونها، فاوحى الله سبحانه وتعالى الى نوح عليه السلام انه لن يؤمن من قومك الا من قد امن، يعني خلاص انتهى، ما في ولا واحد راح يتبعك الا اللي اتبعه، وهنا نوح عليه السلام رفع يديه لله سبحانه وتعالى وقال يا رب اني مغلوب فانتصر، فهجر نوح عليه السلام قومه اختفى تماما مو اختفى سنة ولا سنتين اختفى سنين طويلة حتى ان قومه لاحظوا انه مو موجود فقاموا يدوروا له لين لك يو يبني شيء كبير جدا من الخشب وشو هذا الشيء فقاموا يحاورون عن هذا الشيء ايش قاعد تسوي انت يا نور انت كنت تدعينا الى عبادة الله وحده والحين جالس تسوي ذا الشيء العظيم الكبير من الخشب جلسوا يتناقشون في المسألة حتى عرفوا بان هذا الشيء اللي قاعد يبنيه هو شي يطفو على الماء يسمى بالسفينه فقالوا يا نوح وين المويه انت قاعد تبني سفينه في... في الارض قاموا يضحكون عليه قام نوح عليه السلام وقال انا نسخر منكم كما تسخرون بنشوف العاقبه لمن فكان نوح عليه السلام يطبق امر الله سبحانه وتعالى بس يوم اختفى ايش كان يسوي بالضبط يقول بعض اهل العلم بانه يوم اختفى نوح عليه السلام ما كان فقط يبني السفينه مباشره فكان يغرس نوع من الشجر معين امرها الله سبحانه وتعالى انه يغرسه وجلس ينتظرها مئة سنه طبعا اعمارهم قبل طويله جدا يعني في مئة سنه هذه يعني زي عشر سنين في يوم كبرت هذه الاشجار واشتد صلبها بدا يصنع من هذه الاشجار هذه السفينه الضخمه وما كانت سفينه عاديه يعني كانت سفينه ضخمه جدا خليني اوضح لك قد ايش هي ضخمه السفينه هذه كانت على ثلاثه ادوار وكان بناءها اعجاز من الله سبحانه وتعالى فالله سبحانه وتعالى قال واصنع الفلك باعيننا ووحينا فكان وحي من الله واعجاز فيقال بان السفينه كانت حاده من الطرفين زي السفن اللي نشوفها الحين وسبب انها حاده من الطرفين عشان تشق الماء ويكون حركتها في الماء اسهل كانت سفينة ضخمة جدا 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 وكانت على ثلاثة أدوار ضخمة جدا جدا إلى درجة أن أغلب أهل العلم قالوا بأن ارتفاعها ما ينقص عن 300 ذراع يعني ارتفاعها ما ينقص عن ميتين واثنين وأربعين متر يعني بطول مبنى من خمسين دور تخيل المنظر فقط يا رجل وزي ما قلنا هي كانت على ثلاثة أدوار وكل دور مخصص لفئة معينة فالدور الأول كان للدواب والوحوش يعني لكل الحيوانات اللي تمشي أما الدور اللي في الوسط فكان للبشر والدور العلوي فكان للطيور وكان باب السفينة على الجنب ولهذه السفينة غطاء من الأعلى عشان الماء اللي ينزل من السماء ما يدخل في السفينة في شكلها الخارجي كالسفينة ولكنها مغطاة من فوق فصارت يعني قريبة من الغواصة شكل عجيب الحقيقة وبعد سنين طويلة من البناء والاجتهاد في بناء هذه السفينة خلص نوح عليه السلام بناء هذه السفينة فأوحى الله سبحانه وتعالى إلى نوح وقال له فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم وهنا جاء أمر من الله سبحانه وتعالى يقول فيه ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرق فاستجاب الله سبحانه وتعالى دعوة نوح عليه السلام يم قال إني مغلوب فانتصر فأمرها الله سبحانه وتعالى إن لا تناقشني أبدا في اللي ظلموا وعلمها الله سبحانه وتعالى بأن لك يا نوح علامة إذا شفت يا نوح هذه العلامة فادخل أنت وأهلك هذه السفينة وخذ معك من الحيوانات زوجين. من كل نوع من الحيوانات هذه العلامة وهذه العلامة العجيبة بأن الأرض قبل العذاب هذا راح تخرج ماء من جميع أنحاء الأرض الماء هذا راح يخرج من كل مكان حتى التنور والتنور هو مكان نار والنار هي أبعد الأماكن عن الماء المستحيل تجمع نار مع ماء فالله سبحانه وتعالى علمه أن حتى التنور راح يخرج منه ماء فإذا شاف نوح هذه العلامة ينطلق مباشرة ويطبق أمر الله سبحانه وتعالى وبعد فترة معينة بدت الأرض فعلا تخرج ماء من كل مكان حتى من أماكن النار في يوم شاف نوح عليه السلام هذه العلامة عرف بأن أمر الله سبحانه وتعالى بدأ فأخذ نوح من كل زوجين من الحيوانات حيوانات اثنين، فيقول ابن عباس حبر هذه الأمة أن أول من دخل من الطيور الدرة، هي طيور الدرة، وآخر من دخل من الحيوانات الحمار، ويقول ابن عباس أن إبليس دخل متعلق بذنب الحمار، يعني حتى إبليس دخل في السفينة، فالله أعلم هل الشياطين والجن تتأثر بالماء؟ العلم عند الله سبحانه وتعالى لكني أعرف أن في بعض الراقين يأخذون الماء المقري عليه، الله أعلم، يعني أنا ما ماني حاب أتفلسف في هذه المسألة، لكن يوم خلص نوح عليه السلام من جميع هذه الحيوانات ودخلها في هذه السفينة الضخمة بدت علامات العذاب تتضح وبدا الجو يصير غريب ومرعب بدا ينزل مطر من السماء فركبوا اولاد نوح كلهم سام وحام ويافث لكن باقي ولد واحد اسمه يام بدت المياه تنتشر في كل مكان ويوم بدت العلامات تظهر اكثر والسماء بدا ينفك منها الماء انفتحت ابواب السماء ونزل ماء كثير غزير جدا من السماء فيقول الله سبحانه وتعالى ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر منهمر يعني متدفق كان الماء متدفق، ويقول الله سبحانه وتعالى بعدها: "وفجرنا الارض عيونا"، فتفجرت الارض بالماء، فصار الماء ينزل من السماء بشكل غزير، والارض تفجرت بالعيون من كل مكان، من جميع انحاء الارض، يقول الله سبحانه وتعالى: "فالتقى الماء على امر قد قدر، فصارت الامواج كبيرة جدا كبيرة مثل الجبال ونوح في السفينة يركض يدور ولده وين يا ينادي ولده في كل مكان ما هو قادر يلقى ولده وبدا الخوف والحزن يظهر على وجه نوح عليه السلام وبدا نوح عليه السلام يتوتر وين ولدي في الآيات هذه تشرح هذا الموقف اللي حصل الله سبحانه وتعالى يقول وهي تجري بهم في موج كالجبال تخيل معي الموقف يا رجل أمواج كبيرة جدا وصفها الله سبحانه وتعالى الجبال ونوح يجري ونادى نوح ابنه يركض وينادي فجاه الا نوح عليه السلام يشوف ابنه في معزل يعني في مكان بعيد فيقول الله سبحانه وتعالى وكان في معزل يعني في مكان بعيد عن السفينه والامواج هذه بين في شاف نوح عليه السلام صرخ عليه وقال يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين خايف على ولده وهذه الامواج الضخمه بينهم ونوح عليه السلام ينتظر الرد من ولده ايش بيصير الحين بيسبح بيجي السفينه لكن رد ولده كان ساوي الى جبل يعصمني من الماء بطرح لي فوق جبل هنا والامور طيبه يعني. يعني اكيد جبل بسيط بيأويني من الماء فما لا داعي الخوف يا ابويا والامور طيبه يعني لكن نوح عليه السلام ما استسلم فبدا ينادي عليه ويقول لا عاصم اليوم من أمر الله لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم بس قالها نوح عليه السلام وحال بينهما الموجة جات موجة كبيرة بينهم فما صار يشوف ولد خلاص نوح عليه السلام ما يدري ايش اللي حصل لولده فجلس نوح عليه السلام على أعصابه يعرف أن الماء ما, ما راح أحد ينجو منه هذا أمر من الله هذا عذاب وتشوف ولدك أعوذ بالله يكون في هذا الموقف جلس نوح عليه السلام على أعصابه يوم شاف الماء ارتفع وغطى الجبال واصبح الماء مغطي الارض كامله ما صار فيه اي مكان ما فيه ماء يعني العالم هذا كله صار محيط واحد خلاص ماء في كل مكان ماء في كل مكان وابنه بين هذا الماء وما يدريش اللي حصل لابنه في رفع يديه للسماء وقال ربي ان ابني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكم فجاه الرد من الله سبحانه وتعالى فقال الله قال يا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح فلا تسالني ما ليس لك به علم اني اعظك ان تكون من الجاهلين يا اله الا الله والله الرد سبب لي قشعريره رد الحقيقه مرعب هنا امتلأ قلب نوح عليه السلام خوف وخشية من الله قال مباشرة ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكو من الخاسرين وهذا هو ابن بس مال قلبه لابنه فقط فكيف لك باللي يحبون الكفار الحين يحبونهم أكثر حتى من المسلم هذا نوح عليه السلام بس مال قلبه لابنه فلا يليق بأمة محمد بأنها تميل مع الكفار الأمة اللي قال عنها الله سبحانه وتعالى كنتم خير أم فالله المستعان المهم إن الله سبحانه وتعالى قال كان من المغرقين أعوذ بالله المنظر عجيب جدا الأرض مليانة بالماء ما تشوف يابسة على وجه الأرض كاملة في كل مكان ماء وسفينة نوح عليه السلام في وسط هذا المحيط الضخم جدا ما ما لني. مرت الأيام وما زالت السماء تحطر بالماء والماء يخرج من الأرض. ويقال بأن جلس الطوفان هذا أربعين يوم. وفي خلال الأربعين يوم هذه حصلت أحداث مذكورة عند أهل الكتاب اللي هم النصارى واليهود. فمن الأحداث اللي حصلت في السفينة أنهم كانوا البشر عايشين في هذه السفينة ولكن الريحة كانت جدا نتنة بسبب فضلات الحيوانات. كانت الفضلات في كل مكان. تخيل الحيوانات هذه الضخمة جدا. جالسة يعني ما أبغى أتكلم زيادة لكن كل فضلاتها تبقى في مكانها والريحة صارت تسرع يعني ريحة لا تطاف فدعا نوح عليه السلام الله سبحانه وتعالى إن يا ربي هذه الفضلات ابدتنا يا الله، فاوحى الله سبحانه وتعالى لنوح عليه السلام بانه يمسح على الفيل، ويقال بانه ذنب الفيل، فخرج من بطن الفيل كائنين يشبهون الفيل واللي هم الخنازير، فلو تركز معايا الشبه بين الخنازير والفيل بتلقى بينهم تشابه كبير جدا، فلو نحطهم جنب بعض بتلقى ان الخنزير فعلا يشبه الفيل، لو تركز معايا في فتحتين القشم بتلقاهم يتشابهون بشكل كبير جدا، حتى ان جلدهم نفس الجلد، عندهم نفس شكل الجسم، نفس الذنب، اشياء كثيرة يتشابهون فيها حتى الاذان حتى النوع من الخنازير اللي يطلع له انياب عندهم نفس الأنياب فأول ما خرجت هذه الخنازير بدأت تأكل فضلات الحيوانات بدأت تأكل كل الفضلات في السفينة فأصبحت السفينة مناسبة للعيش فالله أعلم بالأول والأخير إذا كانت هذه الرواية صحيحة أم أنها يعني كذبة ولكن هذه من أقوال أهل الكتاب التي لا تصدق ولا تكذب والنبي صلى الله عليه وسلم قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج الله أعلم مدى صحة هذا القول ولكن الحقيقة عني أنا أقدر أشوف هذه القصة فعلا يعني فيها الكثير من العقل لكن هذه ما كانت المشكله الوحيده اللي في السفينه كان في مشكلتين في السفينه واللي هم الاسد والفار وهذه مي مذكوره عند اهل الكتاب لكنها مذكوره في حديث مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه خادم عمر بن الخطاب كان اسمه اسلم والحديث المرسل يعني منقطع رواه تابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني التابعي ما شاف النبي صلى الله عليه وسلم فيقول في اسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لما حمل نوح في السفينه من كل زوجين اثنين قال اصحابه يعني اصحاب نوح عليه السلام وكيف نطمئن او كيف تطمئن المواشي ومعنى الاسد؟ فسلط الله عليه الحمى يعني على الاسد، فكانت اول حمى نزلت في الارض، يعني اول حمى نزلت في الارض كانت على اسد، فصار الاسد في هذا الوقت يعني هاجد ما له نفس ياكل، يشعر بالبرد بشكل متواصل وما صار في حيل يهاجم باقي الحيوانات بس كان في مشكلة ثانية واللي هو الفار فيقول ثم شكوا الفارة فقالوا الفويسقة تفسد علينا طعامنا ومتاعنا بدأت تاكل في أكل البشر وبدأت تفسد الطعام عليهم فأوحى الله سبحانه وتعالى إلى الأسد فعطس فخرجت الهرة منه يعني البساس اللي تشوفها هذه من عصة الأسد فتخبأت الفأرة منها والله أعلم إذا كانت هذه الرواية صحيحة فعلا ولكن هذه الرواية فيها ضعف يعني في الاول والاخير المهم ان الطوفان استمر لاربعين يوم او استمر ايام طويلة بالاصح واغرقوا كل المشركين على وجه الارض ما كان في هذيك اللحظة احد يعبد غير الله سبحانه وتعالى كلهم مؤمنين أهلك الله كل المشركين على وجه الأرض فأمر الله سبحانه وتعالى الأرض بأنها تبلع ماء وأمر السماء بأنها تقلع قال الله سبحانه وتعالى وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء في الماء بدأ ينقص شيء فشيء بدأ ينقص وقضي الأمر انتهى أمر الله سبحانه وتعالى وعذابه على المشركين لأنهم ماتوا كلهم واستوت على الجودي يعني السفينه سفينه نوح استوت على جبل اسمها الجودي ومكان هذا الجبل فيه اقوال كثيره راح اذكرها لكم بعدين ويقول الله سبحانه وتعالى وقيل بعدا للقوم الظالمين الارض نشفت خلاص يوم نشفت الارض تماماً أوحى الله سبحانه وتعالى إلى نوح وقال له: قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم فالله سبحانه وتعالى أمر نوح عليه السلام بأن يهبط من السفينة وعلمه بأن مو هذه نهاية المشركين فمن ذريتك يا نوح راح يكون في مشركين وراح يمسهم منا عذاب أليم فنزل نوح عليه السلام والمؤمنين فرحانين يعني بالنجاح امر عجيب شافوه، فان الله سبحانه وتعالى اختارهم ونجاهم من هذا العذاب العظيم ومن هول المنظر اللي شافوه، كانوا فرحانين ولكن هول المنظر اللي شافوه عجيب جدا، شافوا امر عجيب يا رجل، ومن هول هذا المنظر اللي شافوه كل المؤمنين ما عدا نوح واهله اصبحوا عقيمين ما ينجبون، الوحيد اللي ينجب نوح عليه السلام واهل نوح فقط، فيقول الله سبحانه وتعالى: وجعلنا ذريته هم الباقين فأصبح كل البشر اللي موجودين على وجه الأرض الآن ينسبون كلهم إلى نوح عليه السلام فسمي نوح عليه السلام بأبو البشرية الثانية وسمي عهده بالعهد الثاني للبشرية أما موقع جبل الجودي هذا فالله سبحانه وتعالى أعلم مكانه لكن في أقوال كثيرة في المسألة فيقال بأن جبل في تركيا وفي هذا الجبل موجود فعلا شكل سفينة، شكل سفينة ضخم جدا وكأنها رست هناك، العلم عند الله سبحانه وتعالى إذا كان هو فعلا هذه سفينة نوح عليه السلام، لأن والله الشكل يعني جدا مرسوم بشكل عجيب جدا، جدا واضح، ففي ناس كثير وعلماء كثير يعني وافقوا على انه هو فعلا هذا الجبل اللي رست عليه سفينه نوح عليه السلام والعلم عند الله سبحانه وتعالى اذا كان هذا القول صحيح ولكن في اقوال مجموعه من العلماء بان مو هو هذا الجبل والجبل هو كان في جزيره العرب الله سبحانه وتعالى ادرى واعلم وين مكانه لكن المهم ان هذا كله حصل الين هنا وصلنا لنهايه قصه اليوم اتمنى ان القصه نالت على اعجابكم وإذا وصلت إلى هنا صل على النبي صلى الله عليه وسلم ولا تنسى تروح تتابع كل السلاسل الموجودة على هذه القناة وأتمنى منك أنك تروح وتصوت في أي سلسلة حاب ننزل في شهر رمضان كامل سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك أشوفكم على خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته